مساء الخير، مع حضراتكم المستشار العقاري محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن جولدن تاور. هو مبنى بيزنس بارك تجاري إداري طبي في الام يو 23. طيب، المطور العقاري للمشروع شركة الناصر للمقاولات. هم ليهم عدد من المشروعات التجارية وعاملين مولات في جدة في السعودية، وليهم مشروعات سكنية وتجارية في القاهرة الجديدة. أنا هوري حضراتكم البروفايل بتاع الشركة والهيستوري بتاعها والمشاريع اللي هي عاملاها بشكل عام. طيب، اللوكيشن بتاع المشروع تحديدا هو قطعة دي 4، هو واخد فيو مباشر على محور الأمل. طبعا يعني هو محور الأمل أو الـ MU23 هو الطريق الفاصل ما بين الـ R2 والـ R3. الـ R2 والـ R3 دي تعتبر من أكبر المناطق السكنية من حيث الكثافة السكانية. هي الـ MU23 هو بيخدم أكتر من حوالي 50,000 نسمة، بالإضافة إن الأريا ديت هي أو الـ R2 والـ R3 من أول الأحياء السكنية اللي هتتسلم في العاصمة. هي مناطق مكتملة البناء بالكامل. كمان هو الـ MU23 أو محور الأمل هو شارع محوري في العاصمة من طريق السويس وصولا لحد طريق السخنة، بيقطع محور محمد بن زايد الشمالي والنهر الأخضر ومحور محمد بن زايد الجنوبي، وبيوصل لحد طريق السخنة، وهو شارع عليه ترافيك مهم جدا، لأن كل اللي داخل العاصمة من طريق السويس فهو إجباري بيدخل على أو بي بي يعني من الطرق المؤدية للعاصمة الجديدة هو محور الأمل. طيب، ده كده يعني بشكل عام عشان تبقوا حضراتكم عارفين أهمية المحور بتاع الـ MU23. احنا عندنا مساحة الأرض حوالي 3330 متر. هو المشروع مكون من، طبعا بيبقى فيه البيزمنت وبيبقى فيه الأرضي وتسع أدوار متكرر. احنا عندنا الدور الأرضي والأول، ده بيكون تجاري، هيتعمل عبارة عن دوبلكسات. ده كويس. الدوبلكس دوت لما بيتعمل كل الواجهة عبارة عن مساحات دوبلكس، فده في حد ذاته هو بيبقى الغرض بتاعه ان هو هيعمل الحاجات ديت على اساس ان هي تبقى براندات، فده بيرفع من مستوى والكواليتي بتاعة المشروع، لان اكتر حاجة البراندات هي بتبقى عايزة المساحات الدوبلكس. احنا عندنا المساحات في الارض بتبتدي من 49 متر، والمساحات في الدور الاول بتبدأ من برضو 49 متر، يعني بنتكلم في اجمالي المساحات حوالي 98 متر البدايات. طيب، الاداري والطبي المساحات فيه بتبدأ من 41 متر، ومعاك مساحة الفلور بالكامل حوالي 1050 متر. هم فاتحين الدور الخامس والسادس والثامن والتاسع دوت اللي هو الاداري والطبي. الاقساط في الاداري انت عند حضرتك في اوفر كويس، ان انت ممكن في اول 3 سنين تكون مسدد 50% من قيمة اليونت لحد الاستلام، وال50% التانية بتسددها من خلال عائد ايجاري حضرتك بتمضيه مع الشركة، وهي بتجيب لك مستأجر، ومن خلال العائد الايجاري دوت بيتم سداد ال50% الاقساط المستحقة لقيمة اليونت. فانت كده مش هتدفع غير 50% من قيمة الوحدة بس. ده اوفر هما نازلين بيه يعني خلال الفترة ديت. طبعا بالنسبة للتجاري المقدم 10% واقساط متساوية على 6 سنين. الاسعار في الاداري والطبي بنتكلم متوسط الاسعار بتبدأ من 31,000، ممكن توصل لحد 39,000. بالنسبة للتجاري احنا عندنا في الدور الارضي بيبدأ من حوالي 90,000 جنيه، وفي الدور الاول بيبدأ من متوسط 60,000 جنيه. هو الاستلام المشروع خلال 2.5 سنين، من 2 لـ3 سنين يعني. بنتكلم في التجاري بيبقى مش متشطب، الاداري والطبي هو اللي بيكون تشطيب كامل بمكيفات. الصيانة بتبقى 10%، هي بتدفع قبل الاستلام حوالي يمكن يعني 6 شهور مثلا. انا طبعا هوري حضراتكم اللوكيشن بتاع المشروع موجود فين بالظبط، والديزاين بتاع المشروع بشكل عام. لو في اي حد عنده اي استفسارات سواء عن التجاري او الاداري او الطبي او فرص الاستثمار او في مرحلة مقارنة، يقدر ان هو يتواصل معايا من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما بتضغط على اللينك ده هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. انا معاكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الادارية الجديدة، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
طيب انا دلوقتي فاتح مع حضراتكم بلان المرحله الاولى للعاصمه. احنا اتكلمنا عن جولدن تاور، قطعه دي 4 هي موجوده في الاريا ديت، في الاريا ديت تحديدا او هنا تقريبا. يعني انا هوريها لحضراتكم على المخطط بتاع الام يو 23، موضح عليه ارقام القطع. يعني انا بعرف حضراتكم مبدئيا ده الموقع بتاع الام يو 23 او محور الامل، فهو شارع محوري في العاصمة. هو بادئ من طريق السويس، احنا من عندنا من فوق هنا ده طريق السويس. في الاريا ديت موجود مدينتي، وهنا سراي مشروع مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيفصل ما بينهم الطريق المؤدي لمحور الأمل. احنا عندنا أول حاجة بنقابلها واحنا داخلين العاصمة المدينة الرياضية موجودة هنا، ده الحي السكني الثالث والحي السكني الثاني، هي من المناطق المكتملة البناء حاليا، من معالم الـ R3، المدينة الرياضية، السمارت فيليج، الجامعة الكندية، الجامعة الأوروبية، المدينة الأكاديمية، كومباوند المقصد، الحي السكني كابيتال ريزيدنس، كل ديت مشاريع هي حاليا جاري تسليمها. طبعا في هنا في الحتة ديت بالظبط كده على المحور بتاع محمد بن زايد الشمالي موجود منطقة المال والأعمال، ديت بيقام فيها الأبراج الصينية وهيتعمل فيها أكبر برج في أفريقيا. طبعا ده الشارع ده او الطريق ده محور الامل، هو طريق محوري بادئ من طريق السويس وقاطع محور محمد بن زايد الشمالي والنهر الاخضر ومحور محمد بن زايد الجنوبي، ومكمل معانا لحد طريق السخنة. فهو شارع مهم جدا، اولا انت بتخدم هنا اكتر من حوالي 50,000 نسمة، وثانيا انت برضو يعني مهم جدا ان انت شارع يعني كل اللي داخل للعاصمة أو اللي رايح العاصمة من طريق السويس فهو إجباري بيعدي على محور الأمل، فالمشروع أو الطريق عليه ترافيك عالي جدا. طبعا من مداخل العاصمة برضو احنا عندنا الطريق الدائري الإقليمي، ده طريق محوري في العاصمة، هو ماشي في العاصمة بالكامل وصولا لحد طريق السخنة. في عندنا الطريق الدائري الأوسطي، هو فاصل ما بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا من الطريق الدائري الأوسطي بيبقى فيه نزلة لمحور محمد بن زايد الجنوبي ومحمد بن زايد الشمالي، وبيتوسطهم النهر الأخضر بطول امتداد العاصمة، وفي المقدمة هنا مسجد الفتاح العليم. ده كده المخطط الـ MU23. احنا اتكلمنا على جولدن تاور، هي القطعة دي 4، القطعة دي 4 بتاعة شركة الناصر. ده كده شكل الديزاين الخارجي للمشروع، هو بشكل كده عامل زي حرف يو، فأنت عندك كل الوحدات تعتبر بانوراما. ده برضو يعني جانب كده للشكل الخارجي، ده الديزاين بتاع الدور الأرضي. يعني دي كلها أماكن محلات، هنا هيبقى فيه لوبي في الاريا ديت، هنا برضو هيبقى فيه لوبي، دي كلها محلات. محلات هي كل المحلات تعتبر واخدة فيو، يعني مفيش حاجة مقفول عليها. او ده ديزاين الدور الاول برضو نفس الفكرة. هنا المنطقة اللي هيبقى فيها السلالم او يعني الصعود للدور الاول، ده هنا في مكان صيدلية. ده بقى الخدمات، الكونفرنس روم بقى، البيزنس لاجون، المكاتب الإدارية، ده التيبيكال. طبعا بشكل عام لو في أي استفسارات عند حضراتكم طبعا يعني بشكل عام لو في أي استفسارات عند حضراتكم عن جولدن تاور أو غيرها من المشروعات التجارية أو الإدارية أو الطبية في العاصمة، تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في أول الديسكريبشن. أنا معاكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الجديدة، وشكرا جزيلا.